كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وأقول للناس حسنا. ونحن نعيش بركات ونفحات هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان، متعنا الله سبحانه وتعالى فيه بالصحة والعافية، وأتم لنا الصيام على خير يا رب العالمين، وبلغنا فيه ليلة القدر. ونتحدث في موضوع هذا اللقاء مع ضيوفي الكرام عن شهر رمضان، شهر الجد والعمل. كثير من الناس من يتكاسل عن عمله، وكثير من الناس من يأخذ أجازات في شهر رمضان، والحجة في ذلك أنه يتفرغ للعبادة ولا يعلم أن رمضان هو شهر التشريف للزمان، وأن العمل وقضاء حوائج المسلمين أيضا فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، كما أن العمل هو مظهر من مظاهر الشكر والتكريم لله سبحانه. الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا داود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا. كلمة اعملوا على نطاقها الأوسع والأشمل أي عمل، سواء ينفع في الدنيا، ولكن هذا العمل يكون لإعمار الكون وإصلاح الناس، أي عمل دنيوي أو أخروي ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإنسان لما يأخذ أجازة وبعدين يقضي بقى اليوم كله نوم، بعد كده يصحى من النوم يشوف الأولاد عملوا إيه، جهزوا أكل إيه، وبعدين يتنرفز، تيجي تسأله يقولك السنة بقى بالشغل الحمد لله، بنقطع للإيه؟ للعبادة، تنقطع للعبادة، وفي الآخر يبقى يظهر أخلاق وسلوكيات تنافي أخلاقيات الصيام ومنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. هذا لا يجوز إطلاقا. شهر رمضان شهر الجد والعمل، وشهر الانتصارات أيضا، بدأت من غزوة بدر الكبرى، ومرورا بفتح مكة وعين جالوت وبحطين، ثم بعد ذلك بانتصارات شهر أكتوبر المجيدة. كان الجنود على الجبهة في حالة صيام، وكان الجو حر جدا، وكان يرفعون شعار لا الله أكبر الله أكبر، فاستعصموا بالله فنصرهم الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، في أول هذا اللقاء أرحب بضيوفي الأعزاء الكرام، أرحب بفضيلة الشيخ عصام الفقي من علماء وزارة الأوقاف، مرحبا بك سيدنا. مرحبا بحضرتك، وأتم الله لك الصيام وبلغ ليلة القدر يا رب العالمين. مرحبا بحضرتك. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الدكتور سالم جمال الهنداوي من علماء وزارة الأوقاف، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بك. يعني دعني أبدأ بفضيلة سيدنا الشيخ عصام الفقي، وأقول لك في يعني إحنا هذا البرنامج المقصود منه هو تصحيح المفاهيم للناس. بعض الناس وأغلب الناس يعطل المصالح ويعطل مصالح الناس ويذهب إلى عمله، وفي ناس تقول لك أصل أنا بأخذ أجازة عشان أنقطع إلى العبادة. طيب هنا شهر رمضان هذا هو شهر تشريف الزمان، والعمل أيضا شرف للإنسان، وكفى أنه يأكل من عمل يده حتى يدخل الجنة وتحرر حلال. هل هذا المفهوم أنه يأخذ أجازة وينقطع للعبادة هذا مفهوم صحيح أم يحتاج إلى تغيير ثقافته؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، بداية ينبغي أن نفهم أن مفهوم العبادة ليس قاصرا فقط على الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغيرها، بل كل عمل إذا اقترن بالنية الطيبة تحول إلى عبادة. وشهر رمضان بما أعطانا الله عز وجل من الاجتهاد في العبادة فيه وتضاعف الحسنات فيه وغيرها، وشهر يدعونا إلى أن نكثف أيضا السعي على مصالح الناس. فالإسلام دين يحثنا على العمل. يكفي أن نقرأ قول الله عز وجل في القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. بعد ذلك يكفي أن تستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. بل أيضا ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب من لا يكفرها صلاة ولا صوم ولا زكاة
ولكن يكفرها السعي على المعايش. فالإنسان الذي يسعى على معيشته، وكم من آية في القرآن تحثنا على السعي على المعايش وعلى أن يتحول الإنسان ويكون متوازنا في العبادة بين عبادة الله وطاعته وبين كذلك العمل الذي حسن الإسلام عليه. أما من ينامون في رمضان بحجة العبادة وحجة أنهم منقطعون للعبادة، فهؤلاء قد أخطأوا في الفهم، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: اشغلوا الأيدي بالحق فإن الأيادي إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل. وابحثوا عن الرزق. دعني أستوقفك في هذا في هذه اللحظة، أقول لك بعض الناس تستغل شهر رمضان المبارك ويعطل مصالح الناس، وربما إن مكتبه محتاجه فعلا. طب وبعدين يقول لك السنة بنقطع للعبادة. أنا أفتكر سيدنا عبد الله بن عباس: ليس هناك أعظم من عبادة الانقطاع والاعتكاف في المساجد لله. نعم، في شهر رمضان. هذه حقيقة. حينما كان سيدنا ابن عباس معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل وقال له: يا ابن عباس، يعني قطع اعتكافه ليقضي مصالح الناس وسعى. فقال: يا ابن عباس، ألست معتكفا؟ قال: فإني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم يقول: ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. كذلك سيدنا عمر حينما دخل المسجد فرأى الرجل قد قطع نفسه للعبادة، فسأله سؤالا واحدا قوامه: من الذي يعول؟ قال: أخي. قال سيدنا عمر له: أخوك أعبد عند الله منك. لأنه يعمل. نعم، لأنه يعمل بيده. أي ما هي اليد التي يحبها الله ورسوله، وما هي اليد التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي اليد التي تعمل، هي اليد التي تنتج، هي اليد التي لا تتكاسل، هي اليد التي تستطيع أن ترقى بالمجتمع، هي اليد التي تقضي مصالح الناس، هي اليد التي تفوز بالحسنات، هي اليد التي تسعى لأن تحوز في رمضان. ثم إني سائل فضيلتك سؤال، والسادة المشاهدين يستمعون إلى هذا السؤال ويدركونه جيدا: ما مقدار ما حققه المسلمون أو العالم الإسلامي من انتصارات في غزوات؟ كلها أو أغلبها كانت في رمضان. غزوة بدر كانت في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، معركة القادسية كانت في رمضان، يعني معركة البويب كانت في رمضان، عين جالوت. وأتم الله النصر في العصر الحديث، في نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر. هذا إن دل فيدل على ماذا؟ يدل على أن رمضان ليس شهر الكسل، ولكنه لو خدنا من شهر طرف العمل. يعني لو خدنا من طرف حضرتك، وعجبتني قوي الكلمة بتاعت معاليك لما قلت إن يعني المسلم محتاج إلى عملية توازن ما بين العمل وما بين العبادة، وأنا أخذ من طرف هذا الكلام إلى فضيلة الدكتور سالم وأقول لحضرتك: يعني الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما قبل يد سيدنا سعد الأنصاري وليس سعد بن معاذ للتفرقة، يعني النبي يسلم عليه فرأى خشونة في يدي، فقال له: يا سعد، لما خشنت يداك؟ قال: يا رسول الله، إني أحرث أرضي بنفسي، وليس لي من عامل يزرعها معي ينفقها على أولادي. النبي عليه وسلم له روايتين، الرواية الأولى قالوا أن النبي عليه وسلم قال له: هذه يد يحبها الله ورسوله. الرواية الثانية إن النبي عليه وسلم أخذ بيد سيدنا معاذ وقبلها وقال: هذه يد لا تمسها النار. قيمة العمل والإنتاج والإصرار ودفع عملة الإنتاج والتقدم أيضا بالأسرة والوطن حتى يعف نفسه عن السؤال في شهر رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم نبينا وأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سر الأسرار ونور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وسلم يا مولانا تسليما كثيرا. في البداية أستاذ زهيد، حضرتك كنت تقول: نحن نريد أن نصحح المفاهيم. صحيح، وهذا أمر عظيم جدا. إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الموضوع، فيجب علينا أن نضع توطئة لذلك. ما هو مفهوم العبادة في الإسلام؟ هل العبادة في الإسلام صلاة وسجادة صلاة ومسبحة وتلاوة القرآن فقط والصيام أو العمرة والحج؟ لا، العبادة في الإسلام كلمة أوسع من ذلك. العبادة في الإسلام هو كل عمل يحبه الله تعالى ويرضاه، سواء كان عملا يعني بالجارحة أو عمل قلبي أو ذكر لله سبحانه وتعالى. فيجب علينا كمسلمين أن نعلم أن العبادة لا تقتصر على قواعد على أركان الإسلام الخمسة، وأن العمل ركن ركين في هذا الدين العظيم. لقد رأى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعمل
يعني عمل ما شاء الله. فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله لكان أعظم وأفضل. فأتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح المفهوم للصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرج هذا الرجل يعمل ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن خرج على أبوين كبيرين يعولهما فهو في سبيل الله، وإن خرج على أولاده وكذا فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء وسمعة قال فهو في سبيل الشيطان. الشاهد أن الإسلام يدعو إلى العمل، والعبادة لا تلهي عن العمل أبدا، بل إن العبادة كذلك هي جزء من العمل. أستطيع في رمضان إذا كنت موظف حكومي لا أغلق العمل الساعة 9 أو 10 وأذهب، لا هذا خطأ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخي؟ أي صيام أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أعطي المصالح المسلمين؟ يأتي إنسان ليقضي مصلحة في وظيفة، في مصلحة أمر ما، في مصلحة حكومية عند أذان الظهر وميعاد العمل ينتهي الساعة في تمام الثانية فلا يجد أحد. صحيح. أي عبادة هذه؟ صحيح. يعني عندما نتحدث عن شهر رمضان هو شهر العمل والجد، لابد أن نشير مشاهدي الكرام على كلمة الجد. هل معناها الجد في العمل أم الجد في العبادة، أم تتضمن العمل والعبادة؟ وكيف تظهر هذه أو هذا العمل والعبادة يظهر أثرهما على حياة المسلم؟ كونوا معي حتى عودتي من الفاصل. عودنا لكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بحضراتكم جميعا، وأجدد الترحيب بضيوفي الكرام الأعزاء في هذا اللقاء، واتجه في الحديث إلى سيدنا فضيلة الشيخ عصام الفقي. وقول لي حضرتك يا دكتور عصام، إن بعض الناس برضو زي ما احنا بنقول تصحيح للمفاهيم يظن أن السلوك في العمل منافي لما عليه في حالة الصيام، ولا يعلم أن كلمة تحري الحلال في الرزق هو إتقان العمل، وأنه هو فعلاً ما يهملش في عملي وأن يؤديه على أكمل وجه. وبرضو الصيام عبادة، ولكن لابد أن يظهر أثر هذا الصيام على أخلاقياتي وسلوكياتي، لأن كلنا ذنوب، والهدف أن يغفر الله لنا ويستر عيوبنا جميعاً. أعود فأقول: ما أجمل أن نستمع إلى شيء مهم. قوام هذا الشيء أن القرآن الكريم يذكرنا دائماً بالعمل وبالأدوات التي تحث على العمل بما ينفع الفرد والمجتمع. فيذكر لنا القرآن الكريم أحياناً أعمال بعض الأنبياء وكيف كان عملهم، ثم يذكر لنا القرآن الكريم الحرف التي يستطيع من خلالها المسلم أن يرقى بنفسه. والهدف من ذلك أن الإنسان لا يقضي حياته يغط في نوم عميق، وإنما يقضي حياته سعي، كما قال الشاعر: فمن نام لم تنتظره الحياة. حين نستطلع ذلك في القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يذكر الزراعة ويذكر الصناعة ويذكر كلمة مصانع ويذكر التجارة ويذكر الحدادة ويذكر البناء ويذكر كل هذه الأمور. فإذا ما أردنا ما يعني أن نأتي ببعض الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم، نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وإذا جاء يعني إذا ارتقلنا إلى المصانع قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. لا. انظر وعلمناه النبي داود عليه السلام، سيدنا داود. فإذا ما أردنا إلى أن ننقل الحديث إلى كلمة المصانع وورودها في القرآن الكريم، وجدنا الحق سبحانه وتعالى يقول: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان يعني آيات رحيم. القرآن الكريم تحصح نعم تحث على العمل وعلى الجد والاجتهاد والعمل. حينما تتحدث الآيات عن النبي زي سيدنا داود وقد آتاه الله ملكا عظيما وملكا كريما، ماذا يقول القرآن عنه؟ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد أحكم في الصنع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لابد أن ينعكس كل ذلك على أخلاقه
أخلاقيات العبد، فالعبادة هدفها أن تنقل السلوك الأخلاقي إلى العبد. فإذا وجدنا صفات فلاح المؤمنين في القرآن الكريم وجدناها تبنى على خلق وعلى عبادة، فماذا يقول الحق سبحانه وتعالى؟ قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة هنا عبادة. والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هنا خلق. والذين هم للزكاة فاعلون، هنا الزكاة عبادة. والذين هم لفروجهم حافظون، هنا خلق. فالعبادة لا تتنافى مع الأخلاق ولا مع العمل ولا مع الجد والاجتهاد، وإنما كل ذلك يكسب المسلم السلوك القويم الذي يستطيع من خلاله أن يرقى في مجتمعه فيتقن عمله وترقى أخلاقه ويعود بالنفع عليه وعلى بيته وعلى أسرته، بعيدا عن ذلك المتكاسل الذي ينتظر أن يطعمه غيره، وبعيدا عن هذه الأيدي التي تشغل أنفسها بالباطل واللهو في رمضان. يعني زي ما بيقولوا كده، يعني الأعمال أكثر من الأوقات. نعم. وتقسيم اليوم هتلاقي نفسك محتاج إلى ساعات أكثر من 24 ساعة. وناخد من طرف كلامك وارجع إلى فضيل الدكتور سالم مقدم عليك، إحنا عايزين كده نصيحة للشباب ولجميع الأسر اللي بتشاهدنا الآن على شاشات التلفزيون في برنامجنا، ونقول لهم يعني نصيحة إلى هؤلاء المتكاسلين. نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس. نعم. فراغك قبل شغلك، عافية الإنسان قبل أن يسقم الإنسان، إلى آخر ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قاله سيدنا رسول الله أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. كل دقيقة تمر من عمر الإنسان ده رصيدك، رصيد الإنسان في الحياة عمره. صحيح. أستطيع أن أغرس في هذه الأيام وفي هذه الدقائق والساعات، أستطيع أن أغرس أشياء كثيرة جدا. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. صحيح. ده الكلمة، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلماذا أضيع الصيام؟ يعني الشباب الذي يجلس على المقهى في النهار يلعب الطاولة ويلعب الكوتشينة، الشباب الذي يجلس أمام البرامج برنامج تلو الآخر أشياء غير هادفة، هو يقول: احنا بنصلي صيامنا بس، احنا عايزين نعدي اليوم. طب لماذا لا أختم القرآن في رمضان؟ وفي اللي بيصلي صيامه بالغيبة والنميمة والأخذ في أعراض الناس، ويجلس على قراءة الطريق ويتكلم. نعم. صحيح. الأشياء التي تسمع خمس مفسدة الصوم. نعم. الكذب والغيبة والنميمة والتطلع إلى ما في يد الناس. نعم. هناك من يجلس لينظر ما في يد هذا وفي هذا، هذه خصلة أعتقد ينبغي أن تنفى تماما، لأن من لم ينشغل بنفسه وعيوب نفسه وأمره. طيب يعني أنا عايز برجع ألجع دكتور سالم. نعم. وقول لي يعني حضرتك كده، إذا كان الناس بتخوض في أعراض الناس وتبطل هذه المقومات الصيام، والشيخ عصام قال لنا مبطلات الصيام، كما أن هناك مبطلات للصلاة ومبطلات، هذه مفسدات للصيام تنقص من الأجر. صحيح. لكن نصيحة حضرتك لشبابنا إنهم يقسموا وقتهم إزاي؟ نعم. أستغل الوقت بتاع رمضان إزاي؟ شرف الزمان. شرف الزمان أن أعلم أنني في شهر مبارك عظيم. أي. شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء وذلك كل ليلة. طب ضع الحديث هذا أمامك، أنك أمام أبواب للجنان مفتاح أيها الشاب. صحيح. فلماذا تعمل؟ يعني إذا كنت طالب في الجامعة، أستيقظ مبكرا، أصلي صلاة الفجر، أقرأ وردي من القرآن الكريم، أقرأ أذكاري، ثم أذهب إلى الجامعة أو أذهب إلى العمل، وأعود إلى بيتي وأصلي صلاتي في جماعة. يعني أنوي النية أن أؤدي الفروض في جماعة في رمضان. صحيح. ويعني وأجلس بعد الصلاة أقول الأذكار التي هي بعد الصلاة كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجعل لنفسي أريد أن أختم القرآن في ثلاث أيام، أريد أن أختم القرآن في أسبوع، يعني على كل على قدر الاستطاع. وأتذكر عندما أقرأ القرآن الكريم وأمسك القرآن الكريم أن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. صحيح. سيدنا النبي قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. استحضر ذلك بدل ما تضيع اليوم وتضيع الوقت وتقول مع مجموعة من الشباب إحنا عايزين نصلي صيامنا. لا. صحيح. استحضر أن الحرف الواحد بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. سبحان. واستحضر أيضا وأنت صائم وأنت تقرأ القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الله. تخيل يوم القيامة يا أستاذ سعيد وفضيلة مولانا الشيخ عصام، أن الإنسان يفر من أبيه وأخيه وأمه وأبيه، تخيل أن الصيام يأتي والقرآن يشفع لك بين يدي الله
طوق النجاة. صحيح. يعني مشاهدي الكرام، العمل والجد في شهر رمضان مطلوبان للمسلم حتى يتحقق الهدف من الصيام، والهدف من الصيام كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أهداف التقوى أن تظهر هذه المعالم وهذا الأصل والسلوك في أخلاقيات الإنسان. ما ينفعش أبقى أنا صايم وبقى أخلاقي مش كويسة، ما ينفعش أبقى صايم وأخلاقي مع جيراني غير محترمة، ما ينفعش أبقى صايم وأنا أخوض في أعراض الناس، ما ينفعش أبقى صايم وأستمع إلى من يغتاب في عرض أخي. كل هذا كلام باطل ينقص بل يبطل من عملية الصيام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على العمل، يعني كانوا إذا ذبحوا شاة كان كل الناس تختار، يقول واحد يقول أنا أذبحها، والثاني يقول وأنا أسلخها، والثاني يقول أنا أعمل كذا يا رسول الله. وكان النبي يختار أشق الأعمال إلى نفسه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا علي جمع الحطب. فيقول الصحابة: يا رسول الله نكفيك نحن، إحنا اللي نعمل هذا الكلام، وحرك أقعد بس وتفضل بالجلوس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أجلس وأنتم تعملون، إن الله يكره من عبده أن يكون متميزا على إخوانه. يعني الكسالة اللي بيظنوا المنقطعين عن الأعمال يظنوا أنهم في معزل عن الناس من أجل شهر رمضان، إن إحنا كده بنعبد ربنا، بقول له: لا، أنت مش بتتميز، هذا هو الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يكره من عبده أن يكون متميزا على إخوانه. المشاركة المجتمعية. طبعا شهر رمضان شهر مبارك وفي نفحات وعطاءات من قبل الله، وتخلل آيات الصيام قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في نهاية هذا اللقاء أود يعني أن نستمع إلى الدعاء، لعل الله يتقبل سبحانه وتعالى من هذه الدعوات المباركة يا رب العالمين، وفضيلة الشيخ عصام الفقي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا. اللهم صب الخير على مصرنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم برحمتك عمنا، واكفينا يا مولانا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، وأنت راض عنا. أكرمنا ولا تهنا، احفظ مصرنا، أعنا ولا تعن علينا يا الله. شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا القيام، وشفع فينا حبيبك محمداً عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا بحق قولك تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مشاهدي الكرام، كنا في هذا اللقاء نتحدث عن رمضان، هو شهر الجد والعمل. سعدنا بمتابعة حضراتكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صيام يا رب العالمين. كما تقدم في نهاية اللقاء بخلص الشكر والتفضيل لضيفي الكريم فضيلة الشيخ عصام الفقي من علماء وزارة الأوقاف، أشكركم على خير. كما تقدم أيضا لضيفي الكريم فضيلة الدكتور سالم جمال الهمداوي من علماء وزارة الأوقاف بخلص الشكر والتقدير. شكرا الله سالم وأسرة برنامج، وأقول للناس حسنا، تتمنى لكم صوما مقبولا وعملا موفقا بمشيئة الله تعالى، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.